بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أهلي وأحبتي وأبنائي في حوران الأبية، أقول لكم بصدق، لا يخدعكم النظام ولن يخدعكم، فأنتم أهل الحكمة والحلم والمعرفة، وأنتم أهل النخوة والحمية. ثقتنا بكم وبمقاتليكم وبحكمتكم وصمودكم وقدراتكم بلا حدود. لا تلتفتوا ولا تهتموا بتصريحات هذا النظام الكاذب الفاجر، إنه يستقوي عليكم بإيران وروسيا والأفغان وكل المرتزقة القتلة في هذا العالم، ولكن هذا أمام إرادتكم وصبركم وصمودكم وبطولة أبطالكم لا شيء. إن شاء الله ستعود الشيخ وتعود عتمان وتعود درعا والخربة وغيرها من قرانا وبلداتنا، ونعود لنرفع فوق أبنيتها علم الثورة والعزة ورمز كرامتنا وحريتنا، وسنعود لنجلس فوق ترابها الغالي الذي رواه ثوارنا الأبطال بدمائهم، ولن نرفع علم النظام الفاجر، ولن يكون لنا إلا راية واحدة هي راية ثورتنا، ولن يكون لنا إلا جيشنا الحر، ولن يكون لنا معين بعد الله إلا أنتم. كلنا يكمل بعض، ولا يأس مع الصبر والعزيمة، وأنتم قدوة الصبر والعزيمة، ولا يأس مع الثقة بالله، وثقتنا بالله سرمدية وهي مصدر صمودنا والمضي في ثورتنا. أقول لكم كونوا عونا لأبنائكم من المقاتلين، ولا تكونوا هما عليهم أو عبئا فوق أكتافهم. إننا نشعر بآلامكم ومعاناتكم، فكونوا على ثقة تامة بهم وبنا، فوالله لن نستكين ولن نستسلم ولن نسلم، نموت ولا نستكين، ونموت ولا نركع لمن قتلنا وخاننا واستعان علينا بالغرباء القتلة من إيران وروسيا وأفغانستان والعراق وغيرها من هؤلاء القتلة. يا أحبتنا، يا أهلنا، يا أبناءنا في حوران الأبية، والله ما رضينا أن نفاوض ولن نرضى أن نفاوض على دماء شهدائنا ودمائكم، وأنتم أملنا الوحيد وثقتنا بجيشنا الحر عالية، فلا تكونوا ضده في أي حرب إعلامية ينفذها النظام، فالحرب كر وفر وربح وخسارة، والحرب سجال، وأن ثقتنا بكم لا يعبها شيء ولا يقلل من شأنها شيء، وأن تعثرنا في الشيخ وعتمان، لكن ما زال أبطال حوران يحملون السلاح ولن يلقوه إلا بعد تحرير سوريا كاملة، وهم الآن بحاجة ماسة لأن تكونوا معهم وعونا لهم ودعاء لنصرتهم، والمعارك القادمة ستولد لكم وتؤكد لكم أنكم ماضون، وهم ماضون معكم وأمامكم، وهم ما خرجوا إلا لحمايتكم وحماية الأرض والعرض، ونصرة لدين الله، ونصرة لكل مظلوم من شعبنا العربي السوري. عاهدوكم على الوفاء لله والوطن، فبالله عليكم أحسنوا الظن بهم، هم أبناءنا وأبناءكم، وباسمي وباسم كل حر وشريف نؤكد على ثقتنا بالجيش الحر وثقتنا بكم، فنحن معكم ومنكم، والعضو لا يخرج من الجسد يا إخوتي، وإذا خرجت الروح فني الجسد، فأنتم الروح، أنتم روحنا ونحن جسدكم، كونوا معنا وكونوا لنا كما أنتم دوما، والله ولي التوفيق. ابنكم البار العميد الطيار أسعد الزابي.